حريشات صغار. غادي نحتاجو على بركة الله عندنا جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك كنعبرو بكاس ديال العنبة، واحد دانون بنكهة الفاني، حامضة محكوكة. وكنا كنعرفو بأن الحامض والكوك كيتواجهو مع بعضهم. عندي هنايا واحد جوج معالق ديال سنيدة، هي نورمالمون فيها كاس ولكن أنا الوليدات عندي مكيبغيوش الحلاوة. ساشي ديال الخمارة الكيماوية من وزن 7 غرام، ساشيه ديال السكر فاني، وهنا عندي 3 الكيسان ديال السميده رقيقه اللي غنعبروهم بالكاس ديال الياغورت اللي خدمنا به. نبداو على بركه الله. عندنا هنا السميده، غنزيدو عليها جوج بيضات، ساشيه ديال الفاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، كاس ديال الكوك، وغادي نخلطو بحال هكا. كاس ديال الياغورت، بشرة حامضة محكوكة، سكر سنيدة، في هاد الأثناء أنا غنحيد هاد الفوي هذا وغادي نكمل بيدي. غادي نضيفو ساشي ديال الخمارة، صافي. وغادي نجمع هاد الخليط اللي عندي، خصنا نخلطو مزيان وينسجم مع بعضو، وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفو كيفاش غادي نشكلو هاد الحريشات ديالنا.
بعد ما كملت الحريشات اللي عندي في هذه الاثناء هذه شعلت الفرن على درجه حراره 180، غادي نشعل عليهم الفوق بحال الشكل ديال الغريبه حتى يطيبوا من الفوق ويتشقوا، عاد نشعلوا من التحت، يعني نشعلوا عليهم من التحت ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الحريشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله.